مقربين لكن هم عندما عندما تقتلوا عندما تقتل اليوم اذا مع بندقية في بني براك في العاد في تل ابيب في مناطق اخرى تقتل اطفال نساء شيوخ رجال مدنيين كلهم مدنيين فانت ارهابي هذا تعريف دولة وتعريف عربي كمان يعني فقط في القاموس الفلسطيني وكمان في القاموس الفلسطيني قاموس يعني الدعاة يعني من 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 محور المقاولة هذول يعني مقاومة هم فقط في قاموسهم يعني اللي كتبوه لنفسهم يقولون قتل الإسرائيليين في كل مكان يحق شرعا أقول لكم كمان أيضا من الشرائع الإسلامية من الشرائع الإسلامية الإسلامية أقول لكم إن الإسلام منكم براء من يقتل مدني لا بغض النظر عن جنسيته فهو إرهابي